زيادة حادة في الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في عام واحد. مطالبات بمنح النازحين الأوكرانيين إقامات دائمة. ارتفاع كبير في حالات تعاطي المخدرات المفرط بين الشباب في فيينا. اكتشاف مخبأ سري لإنتاج وتخزين المخدرات في فلاخ. والسجن لامرأة خطفت ابنتها من مركز رعاية الأطفال والشباب. وأخيراً المحكمة تلغي قرار الإفراج المشروط عن أخطر مجرم في النمسا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك والصوم الأربعيني المقدس. ارتفع عدد جرائم الكراهية ذات الدوافع اليمينية المتطرفة بشكل كبير في النمسا العام الماضي، حيث بلغ عددها 1208 جريمة في عام 2023 مقارنة ب 928 جريمة في عام 2022. جاء ذلك في إجابة برلمانية من وزير الداخلية جيهارد كارنر على سؤال من الحزب الاشتراكي، وتم تسجيل معظم هذه الجرائم في فيينا، تليها ولايات النمسا العليا والنمسا السفلى، بينما كانت بورغلاند الأقل في عدد الجرائم. ودعت سابينا شاتيز المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعت الحكومة إلى وضع خطة عمل وطنية ضد التطرف اليميني. دعا منسق اللاجئين في الحكومة الفيدرالية أندرياس شتاينر ورئيس مكتب العمل يوهانس كوبف إلى دمج أفضل للنازحين الأوكرانيين في النمسا. وحذروا من عدم اندماج النازحين في سوق العمل، مطالبين بمنح تصاريح إقامة دائمة ونقلهم من نظام الإعاشة إلى نظام المساعدات الاجتماعية. ويقدر عدد الوافدين منذ بدء الحرب على أوكرانيا ب 110 ألف شخص، بقي منهم 70 ألف في البلاد، 40 ألف منهم متواجدين في نظام الإعاشة. وتواجه الحكومة تحديات في الاندماج بسبب تأخر تطبيق السياسات بين الولايات وقلق النازحين من فقدان الإعاشة. ارتفعت حالات تعاطي المخدرات بين الشباب في فيينا بشكل كبير، مما أثار قلق السلطات، حيث توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما الأسبوع الماضي بعد تعاطيها المخدرات. ودفعت المدينة إلى تشكيل مجموعتي عمل للتعامل مع هذه المشكلة، حيث زاد الاستخدام بين الشباب، وزادت حالات التسمم بالمخدرات بين الشباب من 75 حالة في عام 2018 إلى 231 حالة في 2023. ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى سهولة الوصول إلى المخدرات عبر الإنترنت وانتشار مقاطع فيديو تعليمية على اليوتيوب. نجحت الشرطة في فيلخ في الكشف عن عصابة مخدرات تتاجر في الهيروين والكوكايين والفطر السحري والقنب، حيث عثرت على مخبأ سري تحت الأرض يحتوي على مخدرات وأسلحة. وكان المخبأ في قبو منزل يستخدم كمستودع وغرفة لزراعة القنب، وقد بني بحرفية عالية قبل أكثر من 10 سنوات، حيث اكتشفت الشرطة طريقة الدخول إليه عبر باب خشبي يفتح بمغناطيس، وتم القبض على 9 أشخاص وتم وضع 4 منهم في الحبس الاحتياطي، وتجرى التحقيقات مع الباقين وجميعهم من النمسا والبوسنة وسلوفينيا واليونان. حكمت المحكمة في فيينا يوم الاثنين بالسجن لمدة 18 شهرا على امرأة بتهمة خطف ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات من مكتب رعاية الأطفال. واتهمت المرأة بتعريض سلامة أطفالها للخطر، حيث قامت الأم بإنزال طفلتها من النافذة لتهريبها منهم باستخدام أغطية سرير.
وأدينت بالسجن 18 شهرا، شهرين منهم إلزامية، فيما تم تعليق بقية العقوبة. وتم الإفراج عن المرأة بعدما قبلت المحكمة طلب الإفراج عنها، وأشارت المحكمة إلى أن الأم ستحاكم مرة أخرى بتهمة تعريض حياة ابنتها للخطر. أصدرت محكمة الاستئناف العليا في فيينا قرارا بإلغاء الإفراج المشروط لجوزيف المدان بالسجن المؤبد في قضية سفاح أمشتيتن، وذلك لعدم كفاية الوثائق الطبية. وأوضحت المحكمة أن تقرير الطب النفسي لا يزال غير كاف لتحديد ما إذا كان يشكل خطرا على المجتمع، وطلب القاضي تحديث التقرير خاصة فيما يتعلق بتدهور حالته العقلية بسبب الخرف. ومن المقرر عقد جلسة جديدة في نهاية أبريل، ويذكر أن جوزيف لا يزال محتجزا في سجن شتاين بسبب جريمة احتجاز ابنته لمدة 24 عاما وإنجابه 7 أطفال منها. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة وصوما مقبولا وإفطارا شهيا للجميع. إلى اللقاء.